أهلا وسهلا بكم في بودكاست دبي المستقبل مع مؤسسة دبي للمستقبل. لما نتكلم عن الأشجار عادة ما تخطر على أذهاننا صور مختلفة لماهيتها. الأشجار طويلة، قصيرة، واسعة، نحيفة، أشجار بأوراق مختلفة، بعضها يمتلك أوراق خضراء وبعضها يمتلك أوراق حمراء وبعضها مزهر وآخر مثمر. الأشجار تنتج الأكسجين صباحاً وتنتج ثاني أكسيد الكربون ليلا، ترجع جزء من الذي أخذته من الطبيعة في فترة النهار. في الغالب كل ما نعرفه عن الأشجار هو فوق الأرض إلى نهاية طول الشجرة، أما ما فوق الشجرة وفي السماء وما يأتيها من طعام فما نتكلم عنه، لأننا لا نعرف عن السر الذي تعيش به الأشجار. حتى ما تحت الأرض ربما نعرف عن الجذور التي تمتد تحت الشجرة وتمد الشجرة بالماء، لكن ما لا يعرفه غالبية الناس إن هناك حياة كاملة للأشجار تحت الأرض. ليست حياة عادية، إنما حياة اجتماعية كاملة. تتفاعل الأشجار مع بعضها من خلال الجذور والفطريات. الأشجار تتشارك بالطعام، وأحياناً تقتل الشجرة المريضة حتى تبقى الغابة سليمة. كل هذا يحدث تحت الأرض. الآن قبل أن نذهب إلى أسفل الشجرة، دعونا نذهب إلى أعلى الشجرة وإلى المكان الذي تنزل عليها مائدة من السماء. أنتم الآن مع بودكاست دبي المستقبل من مؤسسة دبي للمستقبل. اشتريت ميكروسكوب حتى أرى العالم الصغير، وأكثر شيء أرد رؤيته والذي لم أجده إلى الآن دب الماء أو التارديغريد. توجهت إلى حديقة منزلي وأخذت عينة من النباتات الحزازية أو الطحالب، كانت موجودة أسفل الشجرة، المكان اللي يوصل الماء فيصبح رطب. أخذت عينة من النبتة ووضعتها في صحن صغير مع القليل من الماء وصبرت عليها لمدة يومين، بعدين أخذت قطرة من الماء من الصحن ووضعتها على شريحة، بعدين أخذت الشريحة وحطيتها على مسرح الميكروسكوب ونظرت بداخل العدسة. كبرت الصورة 400 مرة ثم ضبطت درجة الوضوح إلى أن أصبحت الصورة اللي أشاهدها واضحة جدا. وهنا رأيت أجسام غريبة، أشكال تشبه القوارب الصغيرة. تتذكر القارب الورقي اللي كنا نصنعه وإحنا صغار؟ هذا كان هو أحد الأشكال، كان يتحرك ببطء. بعدين شفت أشكال دائرية وأشكال طويلة منتظمة، ما كانت قطع من التراب أو جزء من نبتة. فتساءلت، ما هذه الأشياء التي أراها وشنو كانت تسوي بالضبط؟ فتوجهت إلى الإنترنت وبحثت عنها، فاكتشفت أنها شيء يطلق عليه دايتوم. كانت هذه مجموعة من الطحالب السيليكاتية أحادية الخلية، بعضها يتحرك ولكن إلى يومنا هذا لا يعرف العلماء آلية حركتها. والأغرب أن هذه الدايتومات أحد أسباب بقائنا على قيد الحياة، هي وجميع الأنواع تحت العوالق النباتية تقدم للكرة الأرضية 50% من الأكسجين اللي نستهلكه سنويا. هذه كانت صدمة بالنسبة لي،
أنا كنت أعتقد أن الأشجار هي التي تقدم أكبر كمية من الأكسجين بعد استهلاكها لثاني أكسيد الكربون، لكن يبدو أن هذا العالم المصغر يحتوي على ما هو أهم. لكن قصة الدايتومات ما تتوقف عند هذا الحد، بل لها أهمية كبرى في إنقاذ الأشجار حول العالم كلها بطريقة ما راح تتوقعها أبدا. قبل 1000 عام كانت هناك بحيرة في الصحراء الكبرى في أفريقيا اسمها ميغاتشاد، منطقة هائلة مليئة بالمياه تعادل في مساحتها 400,000 كيلومتر مربع، منطقة أكبر من دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 5 مرات. كانت تحتوي على الحياة البحرية، ومع الوقت جفت المنطقة تدريجيا إلى أن أصبحت بيضاء شديدة البياض بالمقارنة مع الأتربة من حولها. احنا نعرف أن التراب يميل إلى اللون البيج، فما هذا اللون الأبيض؟ هذا كان بسبب الكائنات البحرية اللي نفقت من أسماك على سبيل المثال، وكذلك وبالخصوص الدايتوم، هذه الفطريات الصغيرة جدا اللي أنا شاهدتها تحت الميكروسكوب. على مدار السنة تمر رياح شديدة على ميغاتشاد فتعريها تدريجيا، تسحب معها أغبرة من الأرض البيضاء وتذهب بها إلى ناحية المحيط الأطلسي وإلى ارتفاع 4 كيلومترات فوق سطح الماء. هناك تبدأ الأعاصير العاتية بالتكون. سنويا تجرف الرياح 150 مليون طن من الغبار، أو ما يعادل 50 مليون فيل. ولو نظر رواد الفضاء إلى هذا الغبار من المحطة الفضائية الدولية لاستطاعوا رؤية غشاوة من الغبار الأبيض الناصع البياض، فتجرف العصير جزء من هذه الأغبرة أو ما يعادل 27 مليون طن تدريجيا إلى أن تذهب بها إلى أمريكا الجنوبية وعلى مسافة 5,000 كيلومتر وإلى غابة الأمازون. هناك تركيز شديد للأشجار في منطقة هائلة الحجم، أشجار متراكمة على مر السنوات. غابة الأمازون ماطرة، وبسبب المطر تذوب التغذية الموجودة في التربة وتغسل منها على مر السنة، فتصبح التربة غير صالحة للأشجار، ومن هنا تكون فائدة الغبار المسافر عبر المحيط. يمر هذا الغبار فوق غابات الأمازون ويتساقط تدريجيا على الأشجار، فيعيد تمويلها بالغذاء المناسب. ما هو الغذاء المناسب؟ هذا الفسفور والأسمدة المختلفة اللي كانت في الدايتوم البعيد جدا في تشاد. فتنتعش الغابة وتنمو الأشجار وتتكرر هذه العملية على مدى السنة، أمر عمل عليه العلماء لسنوات لمعرفة سره، والآن نحن نعلمه. هذا الأغبرة ما تروح فقط إلى غابات الأمازون، بل هذه تغذي الكثير من الغابات حول العالم، وحتى المحيطات اللي تمر فوقها تغذي فيها النباتات اللي موجودة في الماء، وتغذي الكائنات الحية والدايتوم الحي الموجود فيها الآن. الحياة دورة كاملة، الحياة رحلة كاملة. إذا فكرت فيها، ميغاتشاد منطقة قاحلة ليس فيها حياة، كل شيء فيها ميت، كل شيء فيها مندثر، كل شيء فيها فقير. هذه المنطقة تغذي العالم كله بالطعام، تعطي أغنى الغابات خضرة ما تحتاج له حتى تعيش. في العادة الغني يعطي الفقير، ولكن هذه المرة الفقير يتصدق على الغني. 1000 عام من العطاء. لم تنتهي قصة الأشجار، فهناك سر آخر لها، لكن ليس في السماء هذه المرة، إنما تحت الأرض. الغابات اللي تحتوي على الأشجار الكثيفة حتى وإن ظهرت وكأنها منفصلة فوق الأرض، إلا أن لديها شبكة كاملة تتفاهم مع بعضها من خلالها، تتداول الأشياء في سوق كبير، تتبادل الغذاء وما يساعدها على النجاة. الأشجار بين قوسين تفهم بعضها فتساعد بعضها، وأحيانا تقضي على أشجار أخرى. الهدف النهائي
هو بقاء المجموع. طيب ما اسم هذه الشبكة اللي تحافظ على الأشجار؟ إنها الشبكة الخشبية الواسعة، Wood Wide Web. إذا كنت تتساءل ما إذا كانت الأشجار تتخاطب مع بعضها، فنعم، ولكن لا تفكر إنها تتخاطب بنفس الطريقة طريقة البشر أو الحيوانات، إنما خطابها بطيء جدا ويعتمد على المواد الكيميائية وكذلك على الإشارات الكهربائية البطيئة. فهي تنقل الإشارات الكهربائية عبر الجذور بسرعة سنتيمتر لكل ثانية. بالمقارنة، الكهرباء في الإنسان تنتقل في الخلايا العصبية بسرعة متر في أقل من 1/1000 من الثانية، شتان بين الأثنين. النباتات تتكلم مع بعضها بخطاب بدائي جدا، تتفاعل الجذور مع شبكة هائلة من الفطريات، هذه الفطريات توصل بين جذور الأشجار المختلفة. العالمة سوزان سيمارد اعتقدت أن هناك شبكة كبيرة تحت الأشجار، كان هذا افتراضها، وأرادت أن ترى إن كان الافتراض صحيح. طبعا كالعادة ما صدقها أحد، العلماء يمرون بهذه التجارب كثيرا، فحاولت أن تحصل على دعم للبحث في الموضوع لكنها ما وفقت. ومع ذلك أجرت تجارب في الغابة بنفسها، فزرعت أشجار صغيرة بجانب بعضها وعطتها الفرصة حتى ترتبط بالشبكة، شبكة الفطريات في التربة. بعدين سوت شيء ذكي، زرعت 3 أنواع من الأشجار، خلينا نسميها ألف وباء وتاء. ألف وباء قادرتين على الارتباط بالشبكة الفطرية، أما تاء ما كانت تتوائم مع هذه الشبكة فما تتصل فيها. غطت كل شجرة بكيس ورشت بداخل كيس الشجرة ألف ثاني أكسيد الكربون المشع حتى تمتص النباتات كما تمتص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو اللي نتنفسه. سبب استخدامها لثاني أكسيد الكربون المشع هو أنه بإمكانها قياس ما إذا امتصت النباتات الغاز باستخدام عداد جايجر. انتظرت لمدة ساعة ثم عادت مرة ثانية للأشجار الصغيرة، وكالمعتاد امتصت الشجرة ألف ثاني أكسيد الكربون المشع وحولته إلى سكر. فتساءلت، هل بإمكان الشجرة إرسال هذا الغذاء إلى الشجرة باء عبر الجذور ومن خلال شبكة الفطر؟ بعد أن فحصتها اكتشفت أنها هي أيضا مشعة. من وين لها هذا الكربون المشع؟ كانت مغطيتها وما في هناك أي طريقة لثاني أكسيد الكربون الدخول إليها من الجو. لقد وصل لها الكربون من الأرض ومن خلال شبكة الفطريات. وفي المقابل لما نظرت إلى الشجرة تاء اللي ما كانت متصلة بالشبكة ما وجدت أثر للكربون المشع بداخلها. التجربة نجحت، النبات يوصل الغذاء من خلال الجذور وإلى الفطر ومنه إلى النبات الآخر. الأشجار تستخدم شبكة تحت الأرض للتعاون، وحتى تتأكد أن فرضيتها كانت صحيحة تأكدت من التجربة 80 مرة، وكانت النتيجة نفسها، النباتات تقوم بنفس العملية. لما تكبر الأشجار وتمد جذورها تبدأ الفطريات بالدخول إلى داخل هذه الجذور وتوصلها مع باقي الشبكة الهائلة من الفطريات المتصلة بجذور الشجر الآخر، فتصبح هناك شراكة بين الفطر والشجر، وبهذا تبدأ الأشجار بالتواصل بينها، ومن خلال هذا التواصل يبدأ تبادل الغذاء وحتى إرسال إشارات الخطر إذا كان هناك خطر على الأشجار، وتقدم حماية للشجرة، منها على سبيل المثال تصفية المعادن قبل دخولها إلى جذور الشجرة، وتمنع البكتيريا من الدخول لها أيضا، وتحافظ عليها لمئات السنوات من الأمراض. وإذا كبرت الشجرة لسنوات طويلة وأصبحت أم وتحتها أشجار صغيرة تحت ظلها لا تصل إليها الشمس، تحتاج إلى الغذاء، ترسل الأم الكبيرة عبر الشبكة طعام لصغارها الأشجار حتى تضمن فرصة نجاتها رغم صعوبة الظروف. وإذا ما تعرضت الشجرة إلى هجوم من حشرات معينة أو كائنات ثانية، تصدر الشجرة مواد كيميائية تنزلها إلى جذورها، بعدين تأخذها الفطريات إلى الأشجار الثانية حتى تحذرها من الخطر، وتقوم تلك الأشجار اللي عرفت بالخطر بإفراز مواد
تكره الكائن المفترس فيها، فما يقدر يأكلها. وحتى يثبت العلماء هذا الشيء، جربوا تجربة بسيطة، زرعوا نبات الطماطم ونموا حول جذورها الفطريات المناسبة، وبعد ما تكونت شبكة الفطريات اللي تربط النباتات مع بعضها، أخذوا واحدة منها ورشوها بفطر مضر بحيث تتأثر وتموت، وأحطوها بكيس حتى لا تعدي النباتات الأخرى من خلال الجو. بعد ذلك بدأت الاتصالات بين النباتات من خلال الشبكة، وبعد 65 ساعة حاول العلماء إصابة نبات الطماطم الآخر بالفطر، ولكنهم ما نجحوا. النباتات الثانية تأثرت بدرجة أقل من الأولى، النباتات الثانية رفعت دفاعاتها، فاتضح للعلماء أن النباتات تستخدم الشبكة لإرسال رسائل إلى الآخرين لتجهيز دفاعاتهم. الفطريات أيضا تحافظ على تنوع الأشجار، فمثلا إذا نمت شجرة من نوع واحد وتغلبت على جميع الأشجار في المكان، يدافع الفطر عن الأشجار الأخرى ويغذيها ليضمن التنوع. فإذا ماتت الشجرة من النوع الواحد بسبب مرض، بإبقاء الشجرات الأخرى على قيد الحياة، يعني الفطريات لما أبقتها على قيد الحياة، راح تتمكن الأشجار من النمو في الغابة مرة أخرى. فالفطريات يعني وظيفة كاملة جدا في إنقاذ الغابات. طيب ما الذي يستفيده الفطر في مقابل كل هذه الخدمات؟ هنا الفطر يأخذ ضريبة من النباتات، وتكون على شكل سكريات وكربوهيدرات أخرى. ويمكن تتساءل، ما القدر التي تطالب فيه هذه الفطريات من الأشجار؟ الإجابة يمكن تصدمك، تطالبها بقدر ثلث ما تنتج الشجرة من غذاء. ولما تبدأ الشجرة بالنمو والكبر إلى مرحلة الشيخوخة، لما تبدأ بالضعف وبموت أغصانها، الفطريات تدخل إليها وتستحوذ على مخازنها وتتغذى عليها. لما تنظر إلى الأشجار، قد تنظر إليها على أنها منفصلة عن بعضها، أو قد تعتقد أنها تعيش حياة فردية غير اجتماعية، لكن أعد النظر، هذه الأشجار أكثر اجتماعية مما كنا نتصوره، بل ربما نستطيع التفكير فيها على أنها جسد واحد مشتبك من خلال الشبكة الخشبية الواسعة. تتواصل الأشجار مع بعضها وتساعد بعضها البعض، وأحياناً إذا ما واجهت خطر أشجار أخرى قد تقتلها أيضاً. ولنتذكر أيضاً أن غذائها يصل لها عبر القارات. الأشجار تتواصل مع العالم كله وتعتمد عليه كله. هذه كانت الحياة السرية للشجرة.